بخصوص اختبارات الدورة الاستدراكية للبكالوريا، أعلنت وزارة التربية الوطنية أن اليوم الأول من هذه الاختبارات مر في ظروف جد عادية باستثناء بعض الحالات، من ضمنها فرار أحد المترشحين المدرسين من أحد مراكز الامتحان بالدار البيضاء بعد أن تسلق سوق المؤسسة التعليمية. تسجيل 509 من حالات غش في مجموع مراكز الامتحان، نشر شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك لبعض الأسئلة والأجوبة التي تبين أن البعض منها يهم اختبارات الدورات السابقة ولا علاقة لها باختبارات هذه الدورة.